العلاقة بين مختلف الجماعات المحلية موضوع يطرح للنقاش هذه الأيام على خط تدعيم سياسة اللامركزية كوجه من أوجه الديمقراطية، وفيما يفترض أن يتبع ذلك من تشاركية في عمل الجماعات المحلية، يطرح عدد من أساتذة القانون تساؤلات حول اختصاصات هذه الجماعات والتكامل فيما بينها. حاليا هناك مزيج من القديم والجديد، لأن المجالس الجهوية كانت موجودة في مجلة الجماعات المحلية، هل هي ستكون نفسها في المرحلة القادمة أم لا؟ أيضا مجالس الأقاليم موجودة في مجلة الجماعات المحلية، لكن ما نعرفوش إذا كان باش تكون عندها نفس الاختصاصات وإلا لا. اليوم عندنا في تونس 279 معتمدية وعندنا 350 بلدية، والمجالس المحلية جديد حسب المرسوم عدد 10 باش تغطي تراب المعتمدية، دوك شو اللي عندنا 279 مجلس محلي منتخب و350 بلدية من المفروض منتخب، صحيح تم حل مجلس البلدية والتكليف السادة الكتاب العام، لكن إلى حين إجراء انتخابات بلدية، دونك من المفروض شو اللي عندنا زوز أصناف على المستوى المحلي، ولنا يطرح سؤال علاش عندنا هالزوز الأصناف هذيا؟ انطلاقا من النصوص اللي نافذة تو النصوص القانونية، مش باش يكون فما تنافس، بالعكس باش يكون فما تكامل، معناها الاختصاصات نتاع البلدية، المجلس البلدي، الاختصاصات المعروفة، أول حاجة الخدمات الإدارية، المضامين، التعريف بالأمضى، بقية الخدمات، التراخيص، البناء، التهيئة العمرانية، التنوير العمومي، انضاف هذه باش تبقى عند البلديات بالنص. المجالس بالقانون الجويلي حاليا 94 ينص على اختصاص آخر اللي هو مجال التنمية. دستور 2022 والذي أبقى للمشرع سلطة أحداث الضرائب فتح مجال الحديث حول إمكانية تخصيص موارد للجماعات المحلية، خاصة بعد تجربة البلديات التي لم تعرف معنى للاستقلالية المالية وفق الملاحظين. الجماعات التي ننتظرها التي يعني وصفها الدستور بأنها جماعات محلية، يعني سوف نجد صعوبة في إيجاد موارد خاصة جبائية لها، فهل سيتم اقتسام الموارد التي عادة تسند إلى البلديات مع المجالس المحلية؟ الموارد أو نقولوا مشاريع بطبيعة باش نقولوا تمويل لإنجاز المشروع، الموارد منين باش تجي؟ هي موارد واحده عند الدوله، هي اللي باش تكون منصوص عليها في الميزانيه. طيب حاليا المشاريع اللي تم انجازها، ولا نحكيو مثلا على مشاريع معطله، نحكيو اليوم في تونس المشاريع تمويلها كله من انطلاقا من الدراسه للجانب العقاري ثم لانجازها فعليا وتشغيلها وكل يتم برمجته في ميزانيه الدوله، يعني الموارد كلها موارد الدوله. والمجلس الوطني للجهات والإقاليم اللي هو الغرفة الثانية في إطار الوظيفة التشريعية من ضمن صلاحياته واختصاصاته هو أنه يصادق على ميزانية الدولة. وفي انتظار استكمال انتخاب وتركيز المجالس المحلية ستتضح الرؤية بشأن العلاقة بين مختلف الجماعات المحلية.